السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، طلبة الفرقة الأولى المجموعة الثانية والرابعة، معاكم دكتور عيد رشاد عبد القادر، مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس في مادة الاقتصاد الكلي، والنهاردة المحاضرة الثانية. في المحاضرة دي هنتكلم عن المكون الأول للطلب الكلي اللي هو الطلب الاستهلاكي، وهنتكلم عن دالة الاستهلاك وتكوينها. طيب، الأول تعالوا نشوف إيه هو تعريف الاستهلاك. الاستهلاك ده مصطلح يشير إلى أول حاجة، ممكن يكون يشير إلى استعمال السلع والخدمات في إنتاج سلع وخدمات أخرى، وهذا ده اسمه الاستهلاك الوسيط. يعني لما أنا بجيب سلع بستخدمها عشان أنتج سلع أخرى، السلع اللي استهلكت دي بتسمى استهلاك إيه؟ وسيط، زي المواد الخام مثلا إن أنا بستخدمها في إنتاج سلع ومنتجات نهائية، يبقى ده اسمه استهلاك وسيط. أو تآكل رأس المال اللي هو الإهلاك، في المحاسبة بيسموه الإهلاك، تآكل رأس المال خلال القيام بالعملية الإيه؟ الإنتاجية، ده بيسموه الاستهلاك الإنتاجي. إهلاك الأصول زي الآلات والمعدات والأساس، الإهلاك بتاعه تعتبر ده يعتبر استهلاك إنتاجي. أو استعمال السلع النهائية والخدمات بقصد تلبية حاجات إنسانية مباشرة، ده اسمه استهلاك النهائي، اللبس والأكل والشرب ده كده اسمه استهلاك نهائي. يبقى في 3 مفاهيم للاستهلاك: استهلاك وسيط، استهلاك إنتاجي، استهلاك. طيب، في حاجة اسمها دالة الاستهلاك، العلاقة اللي بتربط الاستهلاك بالدخل، أو اسمها دالة استهلاك. يعني أنت كل ما دخلك مثلا هيبقى معاك فلوس كتير، معاك دخل كتير، هتستهلك أو هتنفق جزء من دخلك كبير. اللي ربط العلاقة دي كينز طبعا، أو جون مينارد كينز، هو أول واحد يربط الاستهلاك بالدخل الكلي. يعني هو شايف إن الاستهلاك الكلي بتاع المجتمع كله دالة في الدخل الكلي، يعني المجتمع لو دخله كبير استهلاكه هيبقى كبير، وهكذا. الاستهلاك دالة في الدخل، كلمة دالة يعني علاقة بين متغيرين. طيب، دالة الاستهلاك هنا بتشير إلى إن الإنفاق الاستهلاكي يتجه إلى الزيادة مع الزيادة في مستوى الدخل، يعني كل ما دخلك بيزيد استهلاكك هيزيد، ولكن بدرجة أقل من هذه الزيادة في الدخل. يعني استهلاكك هيزيد مع الزيادة في الدخل، ولكن بنسبة أقل من نسبة زيادة الدخل، لأن مش كل اللي دخلك اللي هيزيد هتنفقه. العلاقة بين الدخل والاستهلاك بيطلق عليها دالة الاستهلاك، وبيعبر عنها بالمعادلة دي هنا: سي دي اللي هي الكونسومشن أو الاستهلاك، المعبر عن اللي بتساوي اف، وافتح قوس كده، واي دي. اف دي يعني دالة، رمز الدالة فانكشن، يعني دي رمز الدالة. واي دي الدخل المتاح اللي هو دخلك بعد الضرائب، الدخل اللي انت هتصرفه. يبقى المعادلة دي قاعدة تقول ان سي دي اف في واي دي، يعني فانكشن في واي دي، يعني دالة، يعني من الآخر كده قيمة الاستهلاك بتتحدد بقيمة الواي دي اللي هو الـ disposable income أو الدخل المتاح. دي أول. لو شفنا كده دالة الاستهلاك، لو كانت دالة خطية يعني يعبر عنها بشكل خط مستقيم، هتكون بالشكل التالي: C اللي هي الـ consumption اللي هي الاستهلاك، بتساوي في سي نوت او سي زيرو دي. سي نوت ده اسمه الاستهلاك المستقل، او الحد الادنى منين من الاستهلاك جزء، وفي جزء تاني داله في الدخل اهو، سي سمول، دي سي سمول مش كابيتال، في واي دي. يعني استهلاكك ده عباره عن جزئين، الجزء الاولاني ده اسمه استهلاك مستقل، استهلاك مستقل ده استهلاك مستقل، والجزء ده استهلاك ايه؟ تابع، اللي هو السي في واي دي، ده استهلاك تابع. طيب، حيث بقى هنا السي، احنا قلنا السي اللي هي الحجم الانفاقي الاستهلاكي، والسي نوت او السي زيرو دي ده الاستهلاك التلقائي او الاستهلاك المستقل، والسي سمول دي اللي هي نسبة استهلاكك من الدخل، يعني كل جنيه بتصرف منه كام؟ لو كل جنيه بيزيد في دخلك بتصرف منه 80 قرش، فالميل الحد للاستهلاك هيبقى 8 من 10 او 80%. 8 من 10 يعني ايه؟ يعني كل جنيه في الدخل بيزيد بتصرف منه 80 قرش. وواي دي ده الدخل المتاح. يعني ايه بقى الدخل المتاح ده؟ طبعا الدخل المتاح واي دي
عبارة عن ايه؟ عبارة عن الدخل الاصلي اهو اللي هو واي بس، تشيل منها الضرايب التي اللي هي التاكسيز، يعني تشيل منه الضرايب، دخلك بعد الضرايب، زائد التي ار اللي هي الاعانات او الدعم اللي انت خدته، يعني دخلك اللي هيتصرف عبارة عن الدخل اللي انت بتقبضه او اللي انت الدخل مستحق ليك، تشيل منه الضرايب وتضيف عليه الاعانات او المدفوعات التحويلية. طيب بالمثال هتفهمه اكتر، تعالوا نشوف المثال ده بيقول ايه. المثال ده بيقول لي ان سي ايكوال، هنا بتساوي سي بتساوي ايه؟ 20 بلس 9 من 10 واي دي. ده معناه ايه؟ معناه ان انا هصرف 20 جنيه لو انا دخلي زيرو، لو انا عوضت هنا بواي دي زيرو ده هيبقى زيرو، يبقى سي هتساوي ايه؟ 20. يبقى الحد الادنى من الاستهلاك كام؟ 20، ده الاستهلاك المستقل. واي زياده عن ال 20 هصرف كل جنيه زياده عن ال 20 هصرف 90 قرش، 90% فيها. يعني الداله دي عايزه تقول ان انا الحد الادنى هبتدي من 20، الاستهلاك هبتدي من 20، وكل جنيه زياده عن ال 20 هيتصرف منها 90 قرش. طيب لو كان الدخل هو في خلال الست سنوات دول من 2010 لغايه 2015 الدخل كان 200، وبعد كده 250، 300، 350، 400، 450. لو الدخل المتاح ده اللي هو الرمز واي دي اللي هو الدخل المتاح للانفاق. طيب هنشوف بقى حجم الاستهلاك عند كل مستوى من مستويات الدخل او الطلب. بصوا كده هنكون الجدول ده. الجدول ده اللي معطى الجزء ده، خلينا نستخدم القلم. شايفين الجزء ده كده؟ الجزء ده هو الجدول اللي انا في السلايد اللي قبلها ده. سنة 2010 دخل كام؟ 200، ده الدخل المتاح للايه؟ للسلاك. وسنة 2011 دخل كام؟ 250، وهكذا. يبقى ده الجدول ده، الجزء ده اللي لسه انا الجدول ده معطى في التمرين. طيب تعالوا نقسم الاستهلاك لحاجتين. في حاجة اسمها دالة استهلاك الاستهلاك المستقل اللي هي سي نوت. كانت الثابت هنا كام؟ 20، دي ثابتة في كل حاجة، ال 20 دي ثابتة في الجدول، يبقى دي ال 20. حلو كده. طيب الميد الحد الاستهلاك اللي هي سي سمول كام؟ اللي هي النسبة، كل جنيه هصرف منها قد ايه؟ 9 من 10، يعني كل جنيه هيتصرف منه 90 قرش، 90% منه. ده السي اللي كانت في الدالة. طيب الاستهلاك التابع بقى هتجيبه ازاي؟ سي في واي دي، مش انت عندك واي دي اهو العمود الثاني الاصفر ده، وعندك سي اللي هي 9 من 10، يبقى لو انت دخلك 200 اهو هتصرف منه كام؟ 90% من 200، يبقى 200 هنا في 9 من 10 هتديني 100 وكام؟ 180. حلو كده؟ وهكذا 250 دي هصرف 90% منهم، يعني هصرف هضربها في الرقم ده اللي هو 9 من 10 هتديني 205 وايه؟ و20. يبقى الاستهلاك التابع ده عباره عن السي سمول في واي دي. فين السي سمول؟ اهي اللي هي 9 من 10، وفين الواي دي؟ العمود الثاني اللي اصفر ده. وهكذا سنه 2012 الدخل هيبقى كام؟ 300. 300 تضربها في كام؟ في 9 من 10 يديك 270. طيب الجدول بقى الاستهلاك سي بقى كلها الاستهلاك النهائي عباره عن ايه؟ بيساوي العمودين الازرق ده، الازرق اللي هو الاستهلاك المستقل بلس الاستهلاك التابع. يعني سنة 2010 كان الاستهلاك المستقل كام معانا؟ الحد الأدنى 20، 20 والتابع كام؟ 180، هيبقى 200. طيب هنا بقى الاستهلاك في سنة 2011 كام؟ الاستهلاك المستقل 20 والتابع 200 كام؟ 225. يبقى هصرف كام هنا؟ 245، وأنا داخل كام؟ 250، يبقى بتدخل الباقي اللي هي ال 5 جنيه الفرق. هنا سنة 2012 300، الدخل كام؟ 300، منه 20، 20 فيه 20 ثابت استهلاك مستقل، و270 استهلاك تابع، يبقى كام؟ يبقى 20 و270 هتديني 200 وكام؟ و90. يبقى حلو، يبقى الاستهلاك ده مجموع العمودين الازرق ده اللي هو ده وده، الاستهلاك التابع والمستقل. طب تعالوا نرسم الكلام ده، وهكذا بالنسبه لبقيه السنوات. تعالوا نرسم هنرسم الكلام ده في شكل بياني. طبعا ده بيقول لك ايه ملحوظة بقى، يكون الدخل المتاح عندما يكون الدخل المتاح مساويا للصفر. مش الدخل المتاح ده واي دي؟ لو واي دي، لو انا مفيش فلوس دخل فلوس هتصرف قد ايه؟ هيكون حجم الانفاق الاستهلاكي اللي هو السي ده اللي هو الكونسامشن هيساوي للاستهلاك التلقائي اللي هو
سي نوت اللي هو كان في المثال بتاعنا ده كام؟ 20. سي نوت دي كانت بادئة بكام؟ ب20. ده معناه إن أفراد المجتمع هيصرفوا كام هنا؟ 20، حتى لو كان دخلهم معدوم، يعني ما كانش عندهم دخل، الحد الأدنى للدخل هيبقى 20. والمقدار الحد الأدنى ده اسمه إيه؟ استهلاك مستقل. طيب هتقول لي لو هو ما عندوش دخل، أو المجتمع ده ما عندوش دخل، دخله زيرو، هيصرف 20، هيجيبها منين؟ هيمول الإنفاق ده بالاعتماد على المدخرات السابقة، اسمه ادخار سالب أو إيه؟ أو اقتراض. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا الشهر ده ما معيش فلوس، هستلف عشان آكل وأشرب، يبقى لازم في حد أدنى من الاستهلاك اللي هو هنا 20. طيب لو الكلام ده هعبر عن الدالة السابقة دي بيانيا، لو أنا نزلت المحور الأفقي ده والمحور الرأسي، هحط الواي دي أهو، الواي دي ده الدخل المتاح على المحور الإيه؟ الأفقي، وأحط السي الكونسامشن أهو الاستهلاك على المحور الإيه؟ الرأسي، يبقى ده الدخل والاستهلاك. ده كده هيبقى دالة، أدي دالة الاستهلاك أهي، دي دالة الاستهلاك أهو، السي بتساوي كام؟ 20 اللي هي الحد الأدنى اللي هيبتدي منها اهو. عشان كده الخط ده مش بادئ منين؟ مش بادئ من نقطة الأصل هنا من عند الزيرو، هنا من عند النقطة دي، مش بادئ من هنا، لأن النقطة دي نقطة الصفر، دي هنا في هنا زيرو. طب هو بادئ من كام؟ بادئ من 20، يبقى الرقم ده هنا في الحتة دي هيبقى كام؟ هيبقى فيه 20 أهو. سينوت هنا كام؟ أهي سينوت بكام هنا؟ ب20. يبقى المسافة دي كده، المسافة دي مقدارها 20. طيب 20 وهتقف على كده ولا بلس؟ اهي في زائد 9 من 10، التسعة من عشرة دي اللي هي سي سمول، سي الصغيرة دي اللي هي من الحد الاستهلاك اللي هي من الخط ده في واي ايه؟ في واي دي. طب عندي دخل 200 هنا في الجدول ده، لو عوضت ب200 هنا عن واي دي ب200 هيطلع سي ب200. يبقى هنا في النقطة دي هنا الدخل كله بيتصرف، ال200 دي اللي هي دخل بتتصرف كلها على الايه؟ على الاستهلاك اللي هي السي. طب لو دخل 250، لو عوضت في المعادله دي، المعادله دي او الداله دي داله الاستهلاك عن الواي دي ب250، هيطلع لي السي هنا ب200 كام؟ 45. يبقى انا هنا في الحاله دي دخل 250 اهو، بصرف 245، يبقى في 5 جنيه ما بتتصرفش، اللي هي الباقي اسمها ادخار. طيب الدخل لو زاد ل 300، الاستهلاك هيبقى كام؟ هنا عند الخط هيبقى 290. يبقى انا لو معايا 300 وداله الاستهلاك بتاعتي دي هصرف 290، يبقى فيها 10 هنا ايه؟ يبقى فيها 10 ادخار، وهكذا. يبقى احنا شفنا داله الاستهلاك علاقه طرديه، كل ما الايه؟ ما يحصل زياده في الدخل اهو، بتحصل زياده فين؟ في الاستهلاك. يبقى في علاقه طرديه بين الدخل والاستهلاك، بس الزياده في الدخل اعلى من الزياده في الاستهلاك، لان هنا الدخل بيزيد بكام؟ من 200 ل 250 زاد ب50، وبعدين من 250 لكام؟ ل 300 زاد ب50، يبقى مقدار الزياده في الدخل 50، لكن الاستهلاك هنا بيزيد بكام؟ من 200 ل 245 يبقى زاد ب45، فيه زياده هنا كام؟ 45، وبعدين من 245 ل 290 زاد برضه بكام؟ ب45. يبقى اذا الدخل بيزيد ب50 هنا في كل مره، لكن الاستهلاك بيزيد ب45. يبقى اذا الزيادة في الدخل هنا أقل من الزيادة فين؟ في الاستهلاك. طبعا ده التعليق على الرسم البياني اللي أنا لسه قايله. طب تعالوا بقى نشوف دالة الادخار. دالة الإيه؟ الادخار هو الدخل عبارة عن إيه؟ الدخل بيتصرف، في جزء منه بيتصرف يبقى استهلاك، الجزء اللي ما بيتصرفش ده اسمه الايه؟ اسمه الادخار. تعالوا نشوف، يبقى دخلنا هيوزع بين الاستهلاك والايه؟ حلو قوي. يبقى واي دي ديت هنستخدم كده اللون الاخضر مثلا، هنا واي دي ده الايه؟ واي دي ده الدخل المتاح، في هيساوي حاجتين، يساوي سي الكونسامشن اللي هو الاستهلاك، والجزء الباقي مين؟ الادخار. يبقى هنا لو دخلك هنا 100 تمام، وصرفت هنا 80 اهي، يبقى ادخارك كام؟ 20. حلو قوي. يبقى الدخل ده هيساوي ده زائد ده، هنا يساوي هنا وهكذا. طب تعالوا نشوف، معنى كده ان انا لو زودت استهلاكي الادخار هيقل، ولو حاولت ازود الاستهلاك الادخار اللي هو اس ده هيكون على حساب مين؟ الاستهلاك. يبقى انت لو دخلك ثابت
هتصرف كتير ادخارك هيقل، هتدخر يبقى لازم تقلل ايه استهلاكك. طيب الادخار بقى هنا اللي هو اس ده، السيفنج ده، السيفنج عباره عن ايه؟ لو انا عايز اس هنا هنقل سي الناحيه الثانيه، يبقى هتجي سي الناحيه الثانيه يبقى هيساوي الدخل ناقص الايه؟ الدخل المتاح اللي هو واي دي ناقص الكونسامشن اللي هو سي. يبقى ادخاري عباره عن الفرق بين الدخل، ده الدخل اهو، وده مين؟ الاستهلاك. يبقى الفرق بين دخلك واستهلاكك ده عباره عن ايه؟ ده اسمه الادخار اللي هو هنا سيفنج او اس. تعالوا بقى نشوف، حلو قوي، دي داله الاستهلاك اللي احنا كنا لسه واخدينها، ادي سي اي كونسامشن بيساوي مقدار ثابت اللي هو السي نوت ده زائد نسبه اللي هي الميل الحد للاستهلاك ده اللي سي سمول دي مضروبه في واي ايه؟ مضروبه في واي دي. طيب لو رحنا عوضنا عن سي بقيمتها في المعادله دي، مش احنا كنا لسه قايلين ان اس اللي هو السي ده، اس ده اللي هو السيفنج بتساوي واي دي اهي، واي دي شيل منها سي، شيل السي بقى دي، يعني شيل السي دي وعوض بقيمتها دي هنا، يبقى اهو دي كده قيمه مين؟ المقدار ده قيمه سي اللي هو الاستهلاك. يبقى انا شلت سي وحطيت مكانها المقدار ده، مش سي بتساوي المقدار ده، هيحصل ايه بقى؟ اس هنا هنحصل على المعادله دي، اس هتساوي 1 ناقص سي، يعني المعادله دي كده لما نطرحهم من بعض هيدونا 1 ماينس سي مضروب في واي دي ماينس سي نوت. يعني ايه؟ يعني مش انت عندك واي دي اهو، هتطرح منها اول حاجه سي نوت اهو، واي دي ماينس سي نوت هيبقى اديك سي نوت الجزء ده، وبعدين عندك واي دي ماينس سي في واي دي، فهتاخد الواي دي عامل مشترك، فهيتبقى لك 1 ماينس ايه؟ سي. هتبقى لك 1 ماينس ايه؟ 1 ماينس سي. طيب 1 ماينس سي دي اللي هي ايه؟ يعني 1 ناقص الميل الحدي للاستهلاك هنسميه اس، اللي هو الميل الحدي للادخار او نسبه الادخار. يبقى اس دي او اس سمول دي هتبقى عباره عن ايه؟ هي 1 ماينس سي. يبقى 1 ماينس سي هنا 1 ناقص الميل الحدي للاستهلاك هيساوي الميل الحدي للادخار اللي هو اس. طيب تعالوا نرسم نشوف دالة الاستهلاك دي شكلها. هنحط بقى دالة الاستهلاك والادخار مع بعض. هنحط على المحور الافقي هنا اهو الواي دي، ده الدخل المتاح بتاعنا، وعلى المحور الرأسي هنا ده السي والاس، السي اللي هي الكونسامشن استهلاك، والاس اللي هي السيفنج الادخار. انزل بدالة ده بقى ايه؟ دي كده نقطة الاصل اهو، الزيرو هنا، يبقى ده الدخل، ده الواي دي ماشي بزاوية 45 درجة. يعني ايه مش الزاوية دي؟ زاوية قايمة كده 90 درجة، فده الخط ده يقسمها نصين، ده الدخل، لأن الدخل ده هيتصرف في الناحية التانية، يا إما جزء هيروح استهلاك والجزء الباقي هيروح ادخار. وبعدين هحط ده كده الخط اللي نزل ده، الخط اللي نزل ده، ده خط دالة الاستهلاك أهو، ده الاستهلاك. حلو، يبقى شايفين الاستهلاك ده هيبتدي من النقطة هنا، النقطة اللي هيبتدي منها هي سي نوت اهي، دي سي نوت اللي هو دي سي نوت، وده طبعا دي هنا الزيرو. طيب وميل الخط ده كام؟ ميله اللي هو السي سمول دي. طيب في النقطة دي فيه ايه بقى؟ في النقطة دي خط الدخل ده بيقطع خط الاستهلاك، بيقطع خط الدخل، يعني الدخل بيساوي مين؟ الاستهلاك اهو، ده السي نوت اهي، وهنا في النقطة دي الدخل بيساوي الاستهلاك، يبقى اهو سي اهو بتساوي واي دي في النقطة دي بالظبط، سي بتساوي واي دي، يعني الاستهلاك بيساوي الدخل، يعني اللي جاي على قد اللي رايح، الدخل اللي بيجي له بصرفه، وبالتالي هنا الادخار بتاعي هيبقى زيرو اهو، في النقطة دي الادخار بتاعي اس هيبقى ايه؟ زيرو، لأن أنت بيقول لك بردي كده اللي جاي على قد اللي رايح، اللي الدخل اللي جاي بصرفه. يبقى الخط اللي نازل ده خط مين؟ الادخار اهو، دي دالة الادخار. دالة الادخار هتساوي ايه؟ اس دي هتساوي 1 ماينس سي اللي احنا توصلنا لها في السلايد اللي فات مضروب في واي دي ماينس اي سي نوت. يبقى دي كده اسمها دالة الاستهلاك ودالة الادخار مرسومين في رسمة واحدة، برسم فيها ثلاث خطوط، وخط للدخل بزاوية 45 درجة، وخط الاستهلاك اللي هو يعبر عن دالة الاستهلاك، وخط يعبر عن
دالة الادخار. طيب هنا في الحالة دي هيبقى في ادخار موجب، شايفين ادخار موجب ده؟ لأن خط الادخار ده أعلى من الزيرو، فهنا هيبقى الادخار ده موجب. وهنا في المنطقة دي هيبقى الادخار هنا إيه؟ سالب، لأنه إيه؟ الادخار سالب تحت الزيرو، لأن هنا الاستهلاك أعلى من الدخل. يعني لما تصرف أكتر من دخلك يبقى بتستلف، بتستلف يعني ده اسمه ادخار إيه؟ سالب، اللي هي الجزء ده، الجزء الأحمر ده. يبقى الجزء ده، تعالوا كده، يبقى الجزء ده كده، خلينا نمسح الكلام ده، يبقى الجزء ده، الجزء ده اللي هو الادخار السالب ده، ادخار يعني سالب يعني بستلف ما بدخرش، لأن هنا الاستهلاك اللي هو الخط ده أعلى من خط مين؟ الدخل ده. طب هنا الدخل بيساوي مين؟ الاستهلاك، في ادخارك هنا زيرو، لكن لما هنا الدخل اهو، خط الدخل لو اعلى من خط الاستهلاك يعني دخلي اعلى من استهلاكي، ففي ادخار ايه؟ موجب. يبقى الادخار ممكن يبقى موجب وممكن يبقى سالب وممكن يبقى زيرو. امتى موجب؟ لما الدخل يبقى اعلى منين؟ من الاستهلاك. وامتى سالب؟ لما الدخل اقل من الاستهلاك. وامتى زيرو؟ لما الدخل بيساوي الاستهلاك. طبعا ده التعليق على الايه، يعني السلايد اللي بعدها ده، ده تعليق على الرسم البياني السابق، ذاكره كده. انتهت المحاضرة بتاعتنا، المحاضرة التانية، وان شاء الله اشوفكم.